في هذه الأزقة الضيقة تعشقت حجارة المدينة القديمة برائحة أشهر صناعات الشهبة، صابون الغار. تقول بعض المراجع التاريخية إنها تعود إلى الألفية الثانية قبل الميلاد، ما يجعل منها الصناعة الأقدم في أقدم مدن العالم. النبتة الأساسية بالعالم اللي هي موجودة بس في منطقتين بالعالم، اللي هي الشنان القلوية اللي بتنحط مع الدهن تبع المواد الدهنية تبع زيت الزيتون حتى تنتج صابونة الغار، اللي هي نبتة الشنان موجودة في البادية جنوب حلب. بعد أن يتم مزج المواد اللي هي صودا كوستيك زائد زيت بشكل طبعاً عن طريق الحرارة والتحريك الآلي والوصول إلى مرحلة التصبن، يتم وضع زيت الغار كإضافة على هذا السائل اللي هو بيكون سائل لزج جداً. المسبغة هي بتعود إلى القسم اللي بصير فيه عملية تكوين الطبخ، اللي هي مثل ما انتبهت تحت الأدر والمباسط اللي موجودة نحن حاليا هي الفارغة، والمناشير نفسها بتكون مباسط بتشيل أثناء التقطيع، بتصير عملية يعني قسمين موجودين فيه هي الطبخ والتقطيع. شكل العراق الوجهة الرئيسية لصابون الغار، ومع لجوء السوريين إلى أوروبا حملوا معهم مكعبهم الصغير ليعرفوا الغرب بالصابونة الصديقة للبيئة، لتفتح أبوابه أمام أشهر وأعرق الصناعات الحلبية. رضا الباشا من داخل مصبنة لصناعة صابون الغار، حلب، الميادين.